يعني يمكن افكر امارس الرياضه بسبه هذا المكان. لا القاري صعبه. انا يا جماعه ما اعرف اسوق قاري، يعني حتى هروله ما راح اسوي، حدك معاي مشي. بس هذا حدي. اليوم تطور المشاريع صار بشكل ملحوظ وملموس وقاعد نشوفه بالعين. المشروعات السياحية ما قصروا في تطوير المشاريع، وقاعد نشوف بين فترة وفترة في أشياء جديدة قاعدة تبطل. من أهم هذه المشاريع هو تجميل الواجهة البحرية، هذا المكان العجيب اللي أكيد إن الكثير منكم راح يستانس فيه. من أهم الأمور اللي مجهزينها لكم بالواجهة البحرية هو وجود مضمارين، مضمار حق الناس اللي تحب ركوب الدراجات، ومضمار خاص مجهز بمواد خاصة حق اللي يحب يمارس رياضة المشي أو الركض. وايد جميل أنهم سمعوا لنداءات الرياضيين اللي يمارسون رياضة ركوب الدراجات، أن يكون لهم مكان خاص يمارسون فيه هذه الرياضة بكل أمان وبكل أريحية، ومكان جميل ويفتح النفس مثل هذا المكان. مسافة الواجهة البحرية راح تكون 9.7 كيلو متر، راح يكون من الأبراج لنادي اليخوت، ومثل ما تشوفون كل شيء موجود جديد بقراطيسة، حرفياً بقراطيسة، وهذا الشيء يدل أنهم قاعد يستخدمون مواد عالية الجودة في هذا المكان. في راح يكون بنشات، في راح يكون ايضا فعاليات راح تصير بهذا المكان. هذه من الخطط المستقبليه اللي ان شاء الله لو فتح المكان بشكل كامل راح يسوونها. الصراحه انا كل اللي قاعد احس فيه هو الشراحه بهذا المكان، وفعلا قاعد احس ان المكان راح يكون جميل جدا. يعني انا I can't wait صراحه، ما فيني صبر ان اشوف هذا المكان بعد ما يخلص. اللي متاكده انه بيكون من اجمل الواجهات البحريه.